كثير من الناس يخلطون ما بين الحب أو الجنس، فيعتبرونهما وجهان لعملة واحدة، وخاصة بين الشباب سواء من الرجال أو النساء. صحيح لجين، منرحب بدكتور زهير بن حسن خشيم اختصاصي تنمية العلاقات الأسرية اللي بينضم لنا هنا بالاستوديو. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا، استقبلنا لوجودك. شكرا جزيلا. فعلا معود علينا كل فترة. دكتور، بيختلف مفهوم الحب والجنس؟ بالتأكيد الحب في مشاعر، في مشاعر، في أحاسيس، في وجدان يكملوا الجنس. هذا بالنسبة للعلاقة السوية. لكن العلاقة الغير سوية، الجنس عبارة عن تلاقي جسدين في بعض، التصاق جسدين في بعض فقط لا غير. إذا كانوا اثنينتهم موجودين، هذا العلاقة السوية. العلاقة السوية، العلاقة السوية اللي لازم صار الجنس مكمل للوجدان، للأحاسيس، للعواطف، جاها جنس كملها. هذه علاقة سوية. أما جنس كجنس هو التقاء جسدين مع بعض فقط، ما في حب، ما في مشاعر، ما في أي أحس. يعني بفهم منك ممكن ينوجد الحب بدون الجنس ولكن العكس لا يصح. بالضبط. طيب وهل يختلف هذا الدكتور، هذا المفهوم، من شخص لآخر؟ والله هذا المفهوم العلمي، يعني نقدر نقول عليه هذا المفهوم الأصلي في الحياة. الحب بيبدأ بإيش؟ باستلطاف في البداية، واحد أعجب بواحدة إعجاب، بعد كده بتتطور العلاقة، في عندهم حاجات مشتركة مع بعض، بعد يبدأ يخش في أحاسيس، في مشاعر، في حب، يتكمل بعد الزفاف بيكملوا بالجنس. لكن إذا كان الجنس فقط لا غير، اللي هو قلنا عليه البغي، هي تكون إذن أشبه بعلاقة حيوانية أكثر من هي إنسانية أو عاطفية، عشان نكون واضحين أكثر. طيب مفهوم الجنس عند الأشخاص، وخليني أقول عند الرجال، نعم، بيختلف من شخص إلى آخر حسب بيئته، حسب مهنته كمان. حسب مهنته. فسر لنا أكثر. يعني إذا قلنا مثلا عند الشباب مفهوم الجنس إيش؟ فيديو كليب، عادة سرية، خيال. شايف؟ عند الزوجة بعد مضي فترة، يعني وقت من الزمن، عند الزوجة إيش؟ واجب. عند الزوج مهمة صعبة. عند الزوجة اللي حاسة نفسها أنها مهددة بالطلاق إيش بتسوي؟ رشوة عشان تبقى مع الأولاد. عند رجل الأعمال الشهير بيجمع كل حاجة، فمن باب زايد الجنس بالنسبة له. عند الطبيب النفساني مثلا يقول لك عقدة بنفككها، شايف؟ عند مين كمان؟ عند السياسيين خدمة للشعب. يا سلام، دخلت تحت طيب خدمة للشعب. خدمة للشعب، بيعمل خدمة للشعب. طيب إذا دخلنا لموضوع الخيانة الزوجية، نعم، تحت أي طريق؟ هي موضوع نفسي، موضوع مرضي، هل له أسباب أخرى؟ في شخصيات مرضية طبعا، في خيانة تكون بسببها سبب مرضي. في أنماط من الشخصية لو جينا نظرنا إليها، في عندك مثلا خلينا نقول الشخصية الهستيرية. الشخصية الهستيرية هذه تكثر عند النساء. أهم حاجة في الشخصية الهستيرية هذه أنها تبغى تجذب الآخرين حواليها. شايف؟ عندها مشكلة، امرأة أحلى منها، رجل تحاول الإيقاع به، وجنس تحاول تكون هي الأحسن فيه. الشخصية هذه في عندها اضطراب، أهم حاجة نفهمها أنها عندها اضطراب عصبي، عايزة تجذب اللي حواليها، هوس وتتكلم يعني. لا، هنجي للشخصية الهوس كمان، هنجي لها. وتتكلم عن الجنس وتتباهى بالجنس والجنس والجنس، وهي لا تمارس الجنس، مجرد كلام. لأن نقول أكثر حرية، عندها حرية أكثر في الجنس، في الكلام فقط، كلام، مجرد كلام. عكس الشخصية السايكوباتية اللي هي شخصية ضد المجتمع، منتقمة، رغم أنها مولودة في بيئة كويسة بس وارث الحكاية هذه. سايكوباث ضد المجتمع، بتسرق، بتكذب، أهلها تعبانين معاها، وتوقع الراجل. تقول لها ليش؟ من عشان إيش؟ ما أعرف. بالطريقة هذه. في عندك بعد كده الشخصية الهوس. هذه الشخصية يعني مريضة، مسكينة، شايف؟ بتعمل حاجات هي مش عارفة ليش بتعملها. ما في مبررات. ما بدون مبررات، بتشوفيها ساعات فرحانة ومبسوطة في منتهى السعادة، وشوية مكتئبة، بعدين تروح لحالة توازن، بعدين ترجع لحالة هوس، غير منتظمة. والأسباب طيب؟ أسباب مرض عصبي، مرض عصبي. بعد كده في عندنا الشخصية اللي نقول عليها هي شخصية الفصامية، شيزوفرينيك. الفصامي هذا كمان مسكين، بيعمل حاجة بدون وعيه، بدون أي وعي.
هذه كل الشخصيات شخصيات مرضية بتؤدي للخيانة، تختلف عن بعضها. طيب دكتور، حضرتك إنسان جريء، أنا بدي استغل جرأتك حتى نخدم فيها المشاهدين والمشاهدات. بيكون في علاقات زوجية ناجحة، نعم، وفي حب وفي علاقة حميمة موجودة، نعم، ولكن بيصير في خيانة. بأي موضوع خيانة؟ هل فينا نحمل طرف من الطرفين مسؤولية الخيانة أم اثنين عليهم المسؤولية والغلط بيقع عليهم اثنين؟ جميل جدا، خلينا نعرف الخيانة. الخيانة لما الخيانة ممكن تحصل لما تقول أنا الست أو الراجل يقول لك أنا بحب المطرب الفلاني هذا أو بحب الشخص هذا. لا، خلينا خيانة، الخيانة الجنسية يعني علاقة جنسية مع طرف آخر. جميل. طرف ثالث. نعم. الحرمان، جوزها تاركها مهملها، قد يكون سبب من الأسباب. يعني رجل أعمال مشغول في عمله وتارك زوجته، اتعرفت لها على الشاب أكل عقلها بكلمتين حلوين، عوضها النقص اللي الحرمان اللي محرومة منه مع من زوجها، والوازع الديني لا تنسى هنا مش مهم. موجود، هذا المهم جدا. إيه؟ الوازع الديني هنا ما هو موجود. طب إذا كانت علاقة سوية، سواء كان جنسيا أو عاطفيا، إذا كانت علاقة سوية، نعم، بين اثنين، برضو منشوف أوقات في خيانات، في بسموها نزوات. في شيء اسمه نزوة؟ في شيء اسمه نزوة، بس لازم تعرف عرف اللي بنسميه نحن زي حكاية المطب. طب ليش حصل المطب هذا؟ لابد انه في شيء، في حاجة غلط، بعدوا عن بعض، مختلفين عن بعض، واحد همل الثاني. الزواج عبارة عن شركة زي ما انت عارف، والشركة هذه حلاوتها لما يكون في حاجة مشتركة بين الاثنين، حاجة المشتركة دائما متجددة ودائمة. إذا ما فيش حاجة مشتركة تربط الاثنين مع بعض، شايف؟ صار جواز فاجر. الاثنين بيلعبوا دور كبير في الشركة، كيف ننجح الشركة؟ مش هو يعتمد عليها تحرك الزواج، أو هي تعتمد عليه. الاثنين مع بعض لازم يكون عندهم القدرة إنهم يفهموا بعض. بني آدم متغير زي ما أنت عارف، والمود بيتغير والحياة بتتغير. كيف الاثنين هم مع بعض إذا كان في حب وبذرة حب جيدة، ما عليهم إلا إيش؟ يسقوها، حتنمو. حتى لو جاها فتور، لو سقيناها تاني مرة من جديد برضو حترجع. طيب سؤال بس دكتور، أنت ذكرت بعض الحالات. نعم. الحالات هذه لازم يكون تكون الخيانة متلازمة مع كل هذه الحالات، والله بس ممكن تكون موجودة؟ مو هي ممكن تكون موجودة، بس أنا في عندك الشخصية الهستيرية، هي بس بتتكلم عن الجنس وعمرها ما ساوت خيانة. خيانة هنا كشكل، بس الشخصية الشيزوفرينيك الفصام الشخصية بتعمل الخيانة مع أي إنسان، مع أي إنسان. لكن تيجي تساليها تقول لك مش عارف انا عملت ايش، ما عارف، ما عنده وعي فيها تماما، مش دام يعني مش مدرك هو ايش بيسوي. طيب والخيانه النفسيه؟ الخيانه النفسيه لما اجلس افكر مثلا في الممثله الفلانيه او في بالضبط، بيكون مع زوجته بس هو عقله في مكان اخر، او هي عقلها في مكان اخر. هذه خيانه مثلاً. مشاعر. كون انا اقول انا بتعجبني المطربه هذه كمطربه غير، ولما انا اتخيل هم كثر ايضا. نعم. طب دكتور، في ناس بيسامحوا لابعد الحدود وفي ناس بيردوا الصعصعين. نعم. مين منهم على صواب؟ والله حسب الشخصيه هذه. كصواب احنا انت بتتكلمني عن الاعراض، بس شو الاسباب؟ خيانه صارت، من شو اسباب الخيانه هذه؟ بدك ترجع لاسبابها حتى تعرف. نعم. هي لشو نتجت، عن شو نتجت اسبابها. واسبابها زي ما قلنا في البدايه، في مطب حصل هنا. في مطب، فيش تجديد. الحياة الزوجية تحتاج دائما إلى تجديد. طيب دكتور، هل العلاج هو فقط معرفة الأسباب أو في كمان أيضا طرق أخرى؟ هو في علاج، لازم الطبيب النفساني هنا يتدخل، نعطي علاج طبي. خصوصا في الهستيريا والشيزوفرينيك والوسواسية، علاج طبي ضروري لازم منه. بعد كده في عندنا العلاج السلوكي، بعد كده فينا نخش على الاسترخاء والتنويم الإيحائي، كمان ضروري نغير الفكره هذه. يعني عندك اللي عنده الهستيريا هذا فرط في النشاط الحركي كثير، لما يتعلم الاسترخاء ونغير الفكره انك انت انسان محترم، ينظر نفسه انه هو انسان محترم، لانه هو عنده، لا تنسى كمان الانا العليا عنده ضعيفه جدا، فهو عامل المهرجان هذا وعامل الهستيريا هذا عشان يبرز نفسه، لكن في الحقيقه هو لما تيجي دافي داخله انسان ضعيف جدا ولا حاجه. إذن هو يغطي هذا النقص مثلا؟ أحسنتي. طب في تفسير، سواء كان بمجتمعاتنا العربية أو بالغربية، ليش الإمرأة بتسامح زوجها الخائن بينما الرجل ما بيسامح زوجته الخائنة؟ عشان عندنا في ديننا الإسلامي الرجل عنده عرض، المرأة ما لها عرض. بس حتى بالغرب كمان بتحس إنه الرجل ما الغرب بيسامح. ما عندهم دين.
الغرب حاجة عادية جدا بالنسبة لهم يعني، ونزوة وانتهت ويصالحها. وشفت أنت كثير في المير حق نيويورك صدته زوجته وقدام الناس جاء واعتذر وسامحته وقالت I accept his apology وانتهى. طيب بس ما تعتقد دكتور أنه هذا المفهوم يعطي الرجل أنه الفرصة أنه هو يخون؟ لأنه يقول لك والله إحنا أنا من ناحية دينية ما لي عطفة، عادي أنا أخون لأنه معروف أن المجتمع حيسامحني وزوجتي حتسامحني ولا أختي ولا أمي أو أي عنصر نسائي حولي بما فيهم الرجال أيضا. فهذا الشيء المفهوم هذا رح يعطيه الفرصة، المفهوم هذا حيعطيه الفرصة، بس فين زوجته عنه إذا كانت الزوجة حواليه؟ ما 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 حيفكر. بس بعض الأحيان بيكون تأثير المجتمع أكثر من تأثير الزوجة. صحيح. شوفي في 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 حاجة في المجتمع عندنا مثلا في الراجل، في حاجتين إذا كان مقتنع فيها ما يطالع برا. إذا كان مقتنع بسيارته أي سيارة تمر من حواليه ما يهتم فيها، وإذا كان مقتنع بزوجته أي مرأة تمر حواليه عاجية جدا. كثير من السيدات لح يعترضوا على هذا التشبيه. هلا سوري هذا المجتمع تشبيه دكتور، بعض الاحيان هذا الواقع بتكون يكون هو اوكي مضطر انه يرضي بسيارته لانه والله قدراته الماديه ما تخليه يحصل على سياره افضل. ايضا نفس الشيء بالنسبه لزوجته، قدراته ما استطاع انه هو يحصل على زوجه افضل، او خيارات امامه كانت محدوده، بالذات لما يكون مثلا الفاميلي ارينجمنت او اللي هو الزواج العائلي. مثال مش قاعده، خلي بالك. طبعا صدق مثال مش قاعده. للتوضيح بس كالمجتمع كيف بيفكر. نعم. في نصيحة توجهها أخيرة للمشاهدين والمشاهدات؟ شريك الحياة، اختيار شريك الحياة مهم جدا جدا. ما منفكر فيه اليوم الشخصية هذه إيش حيطلع منها مستقبلا، إيش حيكون مستقبلا. كنا بتكلم مع أحد الزملاء تعرفت على واحد يقول لك مودي مزاجي، هي يصلح لي ولا ما يصلح لي. متزاجي إنسان متقلب. ليش هو متقلب الفكر؟ لازم البنت تعرف تختار، هي اللي بتختار. المشكلة أنه الواحد فينا بيروح يتقدم عشان يخطب، هي اللي بتقول أيوة ولا، هي اللي بتختار. هي لازم تدرس الشخصية صح، شو مواصفاتها. كل بنت لازم يكون عندها فارس أحلامها، مواصفات فارس الأحلام هذه إيش هي. واللي جاء خطبني هذا من ضمن المواصفات هذه يبعد عنها قريب منها أم لا. هنا الشطارة. بعدين الحب كمان صح. مهم، وتجديد الحب. الحب يندفن بعد فترة في مجتمعنا العربي. فتور ربما. يا نعم، في مجتمعنا العربي الهدف من الزواج للأسف الشديد هو الجنس والأطفال أو وضع اجتماعي فقط. لازم يتزوج أو لازم الفتاة تتزوج. لازم الفتاة تتزوج في سن معين، وصلت لسن خلاص لازم تتزوج. دكتور شكرا لك. دكتور زهير بن حسن خشيم أهلا وسهلا فيك، نورتنا. شكرا جزيلا. شكرا، يعطيك العافية دكتور زهير.